يطلع فوق تروبار بزني واحد كمية يطلع فوق تروبار اذا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام في هذه اللحظات يعني رجال الامن الوطني حجزوا على جوج ديال الكرويلات كيف ما كتشوفوا معنا في هذه اللحظات وغادي يتم يعني الحجز ديالهم كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي. امين 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 جيب الموتور واش جيب الموتور واش جيب الموتور واش يسرب فيعني الان غادي يتم يعني الحجز ديالهم في هذه اللحظات غادي يتم الحجز ديالهم كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شفتي فيعني شكرا للرجال الامن الوطني في الاثناء طلع فالان يعني كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي يعني فمشكورين يعني رجال الامن الوطني كيف ما كتشوفوا معنا تم الحجز ديال هاد الكرويلات في هاد الاثناء اللي كانوا كيديروا العرقله وكيديروا يعني فكما كتشوفوا معنا في هاد الاثناء مشاهدين الكرام مشاهدي قناه شفتي يعني السلطات قاموا بالحجز ديال هاد العربات يعني الكرويلات وغادي يتم يعني المحجز البلدي في هاد الاثناء كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شفتي يعني جوج كرويلات بالخيل ديالهم يعني كل كرويله كتجر يعني كل عود كيجر كرويله كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي الان كيتم الايداع ديالهم الى المحجز البلدي في هذه الاثناء كما كتشوفوا معنا مشاهدين الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام ركزوا فيه مشاهدي قناه شوف تيفي على هذا البث المباشر من مدينه يعني تم الحجز
على هاد العربات يعني الكراول كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوفوا يعني حتى السلطة المحلية يعني الأمن الوطني والسلطة المحلية كيقوموا يعني بالإيداع ديال هاد جوج كراويلات إلى يعني المحجز البلدي. فكما كتشوفوا معنا على هاد البث المباشر من مدينة السطات. شوفوا ما دورتش الكاميرا كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في على هذا البث المباشر من مدينة السطات. بقيت كندوي مع داك الشوط يعني تحية لرجال الأمن الوطني وطبيعة الحال السلطات المحلية اللي قايمين يعني بدور كبير تحرير يعني الملك العمومي وتحرير يعني البعض يعني الناس البعض يعني كيديروا هاد الكراول هادو وكيعرقلوا السير وكيتسبوا في حوادث اللي كتكون كبيرة يعني. فكل التحية والتقدير ديالهم مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. إذن مشاهدين كرام مشاهدي قناة شو تي في نشكركم على حسن متابعتكم وإلى بث مباشر آخر إن شاء الله.